بون، صباح الخير عليكم حبايبي، واش راكم؟ لاباس؟ بخير. اليوم عندنا فيديو توجور مع الجريت وول، وحبيت نقول واحد الحاجة بالنسبة للناس اللي راها تكومونتي لي كومونتير وتطيح ما على باليش وكاع. انا ما ديت الدراهم حتى واحد وما سبيت حتى واحد. بالنسبة لهذاك السيد اللي راه يقول انا بسكري ونطيح لك وما يشعرف، انا نوكل عليه ربي لك راه يشوف الفيديو تاعي، قسما بالله ما نسمح لك الى يوم القيامة. انا انسان خدام نعاون الناس، نعاون الناس باش اللي نقدروا عليه، وهذه ديرها في راسك غاية الغاية. وندير لي فيديو منه هاك ما كاش لي كومونتير، ما كاش لي كومونتي، راح نبلوكي الكومونتير، سامحونا يا جماعة. بعدنا فيديو توجو على سيارات الجريت وول، الان ساكن انترو، هذا هو المحرك. اليوم راح نحكوا على بعض القطع المهمة فيه. بوك انا عيط لي واحد السيد قال لي ودي السيارة تاعي راها تاكل الماء، وعندما ندوك شوية كنت نحكي معاه قال لي راهي تنقص لي الماء، قال لي ما عرفش وين راه يروح. بون اخي، هنا عندك شحال من حل، لا عندك لابريسيون في السيركوي، معنتها عندك جوانت كيلاس رايح اوتو، كل موتور مش محلول يكون لين جوانت كيلاس تاع الحديد، نهار اللي تفتح دي جوانت كيلاس تاع الكاغط هذا اللي تشوفوا فيه، يجي مبلع، يجي عندها غير كاترو في البيستون وكوتيشان الاول، هذا هو جوانت كيراس. انا هادي نقولها ونعاودها، معناتها كي تفتح المحرك تاعك ما ديرش جوانت كيراس تاع الحديد، جوانت كيراس تاع الحديد يندر اول مره برك، هادي هي باسكو يقدر يعاود ينحرق لك وتحصل فيها، تعاود تولي تحل تاني، والحلات تاع جوانت كيراس ما هيش سهله. هادي هي، احنا نعاونو الناس في سبيل الله. وهو عنده لافوي تاع الماء، لازم تشوف تفيري في السيركوي، تفيري في لي تيو تاوعك، هادي هي. مو في ما يلي نشوفو الكيت دوشان، كيت دوشان قلنا يدير 500، وفي بعض الأماكن يدير 750، كل واحد كفار يبيعه. يجي في بينيو تاع البراكام، ماشي ديبريال، بينيو نورمال، يجي بينيو وبغنا كيت دوشان يجو فيه بينيو تاع البراكام نورمال، يجي فيه بينيو تاع الفيبروكان، هذيك الحديدة صغيرة مدورة، هذيك يدخل بلابريس، تجي لاشان، يجي طوندير، ويجو لي غليسيار تاوعه. وبالنسبة لكيت دوشان يطول به يروح، ممكن يلحق لك 300 400، كيف تعب لي كيت دوشان رايح، كي تقرا كاش كيت بيتر تبيلي في لاشان تاعك اللي كان فيها جات، تعرف بلي كيت دوشان رايح. بالنسبة للفوتو دروك اللي نشوفو فيها، هذا هو الديفازور تاعنو تاع الفي في تي، هذا يخدم بالزيت، يجي في البراكام تاع لادميسيون، يدير الروتر، يدير لافونس، هذا يخدم بالزيت، عنده المانو اللي سبق وتحدثنا عليه، يخدمه هو وياه، شغل يدير لافونس ويدير الروتر تاع لادميسيون. بون كي يروح هذا يقعد يقرقب ويسكت، كي شغل ينقص عليه الزيت، كي ينقص عليه الزيت كيما نقولو تكون لوطو طافية يدير الحس، بصح ما فيه حتى مشكل. بون مشكل وين تيكون كي كيما نقولو كي اللوطو ترجع ما تيريش، كي ترجع السيارة تاعك ما تيريش تعرف بلي يا عندك المانو يا عندك الديفازور. وهنا واش الحل، واش راح دير؟ تروح تبدلهم، تبدلهم ترجع السيارة تاعك تمشي عادي، ماشي حاجة كبيرة، يتبدل فيه شوية خدمة بس تنحي لاشين كومبلي، ومن بعد تنحي لاشين خصك تنحي لابولي تاع اللي فيها لي كوروا تاع فولون موتور، وتنحي الكاش دو شان، وتنحي لاشين وتبدل ديفازر تاعك. بون فيما يلي راح نشوفو لي فوتو على لابيب تاع الماء، كيفاه نديرو لي كويت سخانة على برا. ولي كويت سخانة على برا في الفلوريد خاصة، خاطر عندنا غير لمبة تاع تشعل الزرقاء من بعد تولي تشعل الحمراء. بون هادي ماشي حاجة كبيرة، ماشي علم كبير، تشري شوكة دير 80 ألف كيما رانا نشوفو فيها، ندور كاري دبر راسك كيف تشريها، تشري المانو تاعها يدير 40 ميل، وتروح عند تورنا تقول له خدم لي قادوس فيه فيه البولون على حساب المانو، يخدم هذا 40 ميل، تخرج بليس مربوطة في زيب اللي يكون يمشي مع الكونتاك، تعطيه للشوكة ودير لها فيوز، تخرج لها الفيوز
وتروح للموتور تقصلا ديريت الكبيرة اللي رايحة اللي كيسموه يا ربي اللي رايحة للرادياتير باش كتكلي فيها المقاوي بات عندي كيلك. تروح لا ديريت هاديك تقصها تجيب زوج تاع لي كولي كبار يزيرهم مليح تزيرهم تعود تبيرجي السيركوي تاعك تركب الخيط اللي يجي من الساعة تركبه في الآخر. وإذا كانت كيما نقولو ما تيو ما فيش لاماس دير بلاصة فيها لاماس دير خيط من السالب تاع الآخر كيما نقولو ما تيو تاع الحديد ديره كيسموه ديره جسم السيارة باه ليكوي يعطيك نيشان وتولي تشوف القراءة تاعك نيشان كيما نقولو 80 90 ريكيتات سخون تعرف رادياتير راه مبوشي تعرف عندك بروبلم في السيركوي. دوك اذا كان عندك اللمبة كي تشعل خلاص راهي طفرت كي تشعل لك اللمبة تاع السخانة راهي طفرت. بون دوك راح نخلي لكم رابط كيف راني ندير فيديو قديم على الشوكة تاع السخانة. دوك كي دير الشوكة تاع السخانة نخلي لكم الرابط تاع كي دير الشوكة تاع السخانة ما على بالكش كاع باللمبة اللي تشعل اللي ما تشعلش ما يهمكش تكون عندك ليكوي تاعك. بون هذا كابتر فونو موتور هذا الكابتر ما تنضلكش السيارة بلا بيه. هذا كنت تدمرها 10 سنين تدمر فيها ما تنوضش هذا تاع المنوت. كاين واحد اخر بياما شي يجي في لاكيلاس هادو يحدو الريجيم تاع الفولو موتور. هذا التاكيمات هذا هو السبب اللي يحبس الكونتور. هذا التاكيمات كي يضيع تولي ما تعطيكش قراءة نيشان ولا يحبس الشوكة كاع تولي ما تطلعش تلصق في الزيرو. التاكيمات هذا يدير 200 ميل وهذا يقدر يجيب لك روتريت بيرمي وعليه مخالفة في قانون المرور كون متكونش ليكوي تاع الكيلومتراج تمشي تقدر تكون تمشي في بلاصة فيها الرادار انت ما بيكش حالك تمشي يحكمك الرادار. وفي بعض الحالات عنده هو بولونديس قدرت تنحيه وتنيطوايه وش حاجة كبيرة. بون فيما يلي نشوفو البومبا تاع ليسونس هادي تاع الفلوريد دوريجين هادي تتباع كومبلي يتباع الفلوتر مع لا بومب. الفلوتر هاديك تحتاني وانا نمشي اغرب لي فلوريد يروح لهم الفلوتر هاديك يضيع. هذه هي. وفيما يلي راح نشوفو لا سوند تاع الفلوريد تاع الان 5 والان 3. بون هادي تقدر تمشي بلا بيها عادي انا كانت عندي سيارة منحي الفيشة تاع لا سوند شو تاكل ليسونس. لا سوند هادي كي تنحى الكاتاليزر ما تعودش تخدم. هادي هي ماشي حاجة كبيرة تقدر تمشي بلا بيها شحال واحد سقسيت تقدر تمشي بلا بيها. في الأخير السلام عليكم ونتلاقاو في فيديوهات أخرين إن شاء الله. والسلام عليكم لعندك كاش مشكل مرحبا به.